انت حققتي المركز الاول والميداليه الذهبيه مظبوط؟ طيب دي بطوله مهمه جدا، انت ازاي عملتي كده؟ انا في الاول طبعا بدات في 2013، كنت صغيره جدا، كان عندي تقريبا حوالي 8 سنين. والدي ووالدتي قالولي للفكره دي، مرنت انا اول ما دخلت طبعا شفت ابطال الجمهوريه وابطال الشرقيه، ده كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. فمن اللحظه دي قررت ان انا اكمل. انا كنت حاسه ان انا هيبقى في خير في الطريق ده، والحمد لله يعني ربنا كرمني، فضلت اتعب كتير قوي واتمرن كتير قوي. وصلت تقريبا من 2013 ل 2021، كنت بدخل بطولات جمهوريه كتير قوي واتمرن كتير، بس ربنا طبعا ما كرمنيش في الفتره دي، فجت فتره كده في يأس بقى والجو ده. الحمد لله يعني من اللحظه من 2019 كان في بطوله منتخب، تصفيات منتخب، انا طبعا ما حققتش فيها حاجه خالص، مع ان انا كنت كويسه يعني، بس الحمد لله ما حققتش فيها اي حاجه خالص. فقررت ان انا بطوله الجمهوريه الجايه ان شاء الله انا هاخد مركز اول. من 2019 وانت مقرره؟ انا كان يوم 1/4/2019 انا قلت ان شاء الله في البطوله الجايه ان شاء الله انا هقرر ان انا هاخد مركز اول، مفيش عندي تاني وتالت. ف 2020 طبعا كان في فتره كورونا وكده، وما عرفتش ان انا اطلع بطولات جمهوريه وكده، فربنا كرمني طبعا في 2021 بطوله الجمهوريه، انا خلاص انا مقرره في 2019 ان انا اخد مركز اول في البطوله دي. تمام. الحمد لله ربنا كرمني في بطوله الجمهوريه واخدت مركز اول، دي كان اول انجاز انا عملته. طبعا انا لما اخدت مركز اول ادتني فكره ان انا اكمل بقى. انا كان في حاله يأس قبل كده، لان انا ما كنتش باخد مراكز خالص. ما كنتش بتأهل. وبعدين؟ انا بعد ما خلصت بطولة الجمهورية انا قررت بقى ان انا اشتغل على نفسي اكتر واخد ثقة في نفسي اكتر. فدخلت بطولة الجمهورية بعدها كتير، والحمد لله كنت دايما باخد اول. دخلت تصفيات ربنا ما كرمنيش فيها، اخدت ثالث، فالحمد لله يعني. دايما ربنا كرمك، ده انت جايبه مراكز خطيره. بس انا مستغربه قوي ان انت من غير ما يبقى لك تصنيف ما شاء الله على طول نطيتي مره واحده الاول. يعني احنا دايما بنشوف يدخل دور ال 16، بعدين يدخل دور الثمانيه، بعدين تدخلي دور الاربعه، يعني على مراحل مختلفه، وفي الاخر بيتوج ده بالمركز الاول. لكن ما شاء الله كده على طول مره واحده المركز الاول. انا كنت مقرره في 2019 ان انا اخد مركز الاول خلاص. انا اشتغلت على نفسي بقى من 2019، اشتغلت على نفسي جامد جدا، مع ان إيه ما كانش بقى اشتغلتي على نفسك عملتي ايه؟ دخلت والحمد لله اخدت مركز اول. دخلت بطوله مصر الدوليه كانت في العاصمه الاداريه، الحمد لله برضو ربنا كرمني واخدت مركز اول ما شاء الله. دي كانت برضو من اصعب البطولات. اول ما ابتديتي تشوفي ازاي طريق الاول، من ساعتها ما بطلتيش ما شاء الله. الحمد لله بقى ما شاء الله. انا اصلا الحمد لله ربنا كرمني، لان ربنا طبعا عارف ان انا تعبت قد ايه وكافحت قد ايه، وتعب ومرمطه وتمرين ومواصلات. انا ما بيني وما بين البيت وبين التمرين تقريبا سفر كبير قوي، كنت بروح كل يوم تعب وارهاق نفسي وارهاق التمرين بقى وارهاق مادي. انا متخيله طبعا. نيفين انت بتعملي ايه اصلا غير انك بطل التايكوندو؟ بتدرسي ولا بتشتغلي؟ ثانويه عامه. ثانوية عامة. تمام. ومستعدة بقى انك شغالة الاثنين مع بعض، عارفة تعملي الاثنين مع بعض، عارفة كويس قوي ان اللي بيلتزم في حاجة وبينجح في حاجة اكيد بتبعية ان شاء الله هينجح في الثانية. طبعا اكيد. طيب اللي يعوز يعمل حاجة يعملها يعني. هو في ضغط شوية بس يعني، لا نتعب شوية والحمد لله ان شاء الله يعني هنلاقي في الاخر. فأنا ماشية رسالة مهمة جدا يعني فين لكل الناس. برافو عليك.